بقى يسعد لي أوقاتكم. هذا الأوديو هو رسالة مني إلى شخص أو ربما أشخاص مجهولين، أعتقد أنهم مظلومون في هذه الحياة. أوديو اليوم هو رسالة من داخل قلبي، رسالة من روحي إليك يا من تسمعني، لأنك أنت من ناديتني. في طاقة قوية وصلتني من شخص أو أشخاص قالوا لي أنك تطلبين العفوية والصدق مع الناس، والناس ليسوا عفويون، الناس ليسوا صادقون. وصفني بأنني أعيش في عالم وردي، عالم من الأحلام، وأنا في الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه التصورات. وهذا الأوديو هو ردي لك أو لكم. سأبدأ كلامي بجملة أرجو أن تنقشها في ذهنك ولا تنساها أبدا طول رحلة استشفائك. أنت تستحق الحب. أنت، نعم، تستحق أن تحب لما أنت عليه. فقط أنت تستحق أن تحب لما أنت عليه. أنت جميل جدا من الداخل، عليك بعض الأتربة التي ترسبت، ويحدث ذلك مع جميع الناس من دون استثناء، ولكن الكميات تختلف من شخص إلى آخر. إن أزلت هذه الأتربة ستلمع، ستلمع من جديد، وترى السعادة وتحب نفسك كما لم تحبها في أي يوم من الأيام في الماضي. لذلك أول ما سأطلبه منك حتى وأنت تسمع هذا الأوديو أن تعيد برمجة عقلك، أن تمسح الذاكرة، نفس الشيء مثل الشيء اللي تعمله مع اللابتوب أو التليفون. امسح كل ما هو موجود في عقلك، كل المفاهيم الموجودة عندك عن الحب، عن العلاقات بين الناس، امسحها. لما أطلب منك ذلك؟ لأنك أنت وهم الأشخاص الذين يشبهونك، أنتم أبناء الألم، أنتم أولاد وبنات الألم، تعلمتم الحب في الألم، في المسؤوليات، في الطفولة المسروقة، في الخيانات، في الكذب، في عدم الوفاء بالوعود ولا بالعهود، ولذلك صرتم إلى ما أنتم عليه اليوم. أنتم وثقتم في من علموكم العطاء والحب، ولكنكم لا تعرفون أن المعلم كان زائفا. المعلم يا سادة كان مخطئا. أنتوا علموكم تحبوا بالصورة الخطأ، أعطوكم الزائف، وكبرتم على هذه المعاني الكاذبة. ثاني طلب سأطلبه منكم، لا تحزنوا، لا تحزنوا إن شعرتم أن الحياة ظلمتكم، لا تحزنوا إن شعرتم أن الحياة تفلت منكم. هي كذلك، لأنك أنت وهم تجذب دوما من يدوس على ألمك. أنت في الألم وتجذب إليك من يؤلمك. تقول لي أين هي العدالة هنا؟ إذا أنا ظلمت في الماضي فلماذا أظلم في الحاضر؟ ولما سأظلم في المستقبل؟
قد تنبأت لك بالمستقبل بأنك ستظلم. لماذا؟ لأنك لا تريد أن تتغير، لأنك تريد أن يمشي العالم بذهنك، والعالم لم في الماضي ولن يمشي في المستقبل بذهنك. ينبغي عليك أنت أن تتغير، لأنك أنت الجزء الأصغر في الكون. أنت لست الكون، أنت جزء من الكون. وشعورك بالظلم لأنك تمشي عكس التيار. ببساطة، أنا لا أطلب منك أن تكون في القطيع، ولكن أريدك أن تستيقظ. استيقظ من الحياة الزائفة التي تعيشها. استيقظ من المفاهيم الكاذبة التي تريد أن تقنع نفسك بها وتقنع الآخرين بها. أنا أعرف أنك تتواصل معي أو تتواصلون معي، ربما تكون مجموعة من الطاقات التي وصلتني بهذا المعنى. فإذا الحزن كان معاشكم في الماضي وسيكون مسيركم في المستقبل. أنتم مثل الشخص المجروح في مكان ما، كلما حاول أحدهم أن ينظف جرحه سيبتعد عن ذلك الشخص. ليس لأنه لا يعرف أن جرحه سينظف، لا، أنت تبتعد لأنك تخشى الألم. أنت تعرف أن كل شخص سيقترب منك قد يدوسك، قد يدوس على جرحك، حتى وإن كان يحبك، حتى وإن كان يريد لك الخير. أنت تقول الآن أنا مظلوم، لكن الحقيقة أنت لست مظلوم، أنت لست مظلوما. أنت حكمت على نفسك، أنت حكمت على نفسك بأن تلبس لباس الضحية أو لباس المظلوم. أنت تملك المفتاح ولكنك لا تراه، لأنه موجود مع الكثير من المفاتيح بداخلك. أنا متأكدة من أنك شخصية قوية وروح قوية، وإلا لما واصلتني طاقتك. أنت لا تزال سجين أفكارك القديمة، أفكارك التي تقول كذا وكذا وكذا، وينبغي أن تكون الأمور كذا وكذا وكذا. تريد أن يتصرف الآخرون حسب أهوائك حتى لا تشعر بالظلم. الظلم أصبح لديك مثل الشماعة، تلصق فيها كل الأشياء التي ترى بأنها لا تناسبك. سأقول لك الآن كيف تتصرف الآن. أنت تحارب الناس بما يريدون. كيف ذلك؟ أنت في الحقيقة تعرف الناس وتعرف ماذا ينتظرون منك، فتقدم لهم، تقدم لهم ما يريدون قبل أن يطلبون. لماذا تفعل ذلك؟ لأنك تريد الرضا. أنت تطلب الحب والرضا، تريد أن يرضى الآخرون عنك. ولكن هل تساءلت يوما، هل سمحت لهؤلاء الأشخاص أن يرونك من دون أن تقدم أي شيء؟ عاريا هكذا، لا شيء تقدمه، لا شيء تفعله. في الحقيقة لم تفعل ذلك، لم تسمح لأي أحد اقترب منك أن يراك عاريا. هذا هو خطأك، لم تسمح لأي أحد أحبك بصدق أن يراك بصدق، أن يراك عاريا من كل أقنعتك. أنا أعذرك لأنك خائف، أنت تخاف أن يرى الآخرون ضعفك.
انك هش، كلمة جميلة جميلة إذا لم تتصورها بتصورك اللطيف، تصورك المعكوس. أنت ضعيف وهش من الداخل، ولكنك تستعمل الكثير من الأسلحة لتتقوى من الخارج. فبمجرد ما ترى أن هناك بعض الأشخاص أو أن أحدهم يريد أن يصل أو أن يرى هذه المنطقة الهشة، فأنت تخاف وتبعده بكل الأساليب وبكل الطرق. أنت تصدر للناس أنك قوي وأنك تملك ما لا يملكونه، ما لا يملكونه. أتعرف لماذا تفعل هذا؟ لأنك لا ترى بأنك مستحق لحبهم. لا ترى في نفسك صفة واحدة يحبك الناس من أجلها، وهذا هو أكبر الأخطاء التي تعيشها الآن. أنت تعتقد أنك ستكون سعيدا حين يكون الآخرون سعداء. أنت تعتقد أنك ستكون سعيدا حين ستكون أعلى من الآخرين فتتحكم فيهم، في حياتهم وفي تفاصيل مستقبلهم، تعطيهم من أموالك ومن وقتك ومن جهدك ومن صحتك وبعض من كلامك الزائف النابع من قناعك. هذا هو الحب في نظرك، هو مجرد إشباع لحاجيات الآخرين. لم يكفك الوقت أن تتساءل في يوم ما عن حاجياتك أنت، لم تسنح لك الفرصة أن ترى نفسك وأنت محتاج وأنت ضعيف. لذلك طلب الثالث سيكون أن تسنح أو أن تعطي لنفسك الفرصة بأن تضعف وأن تعيش ضعفك مع الآخرين دون خجل، دون أن تخجل. كل الناس تضعف وكل الناس تتألم، الألم موجود باستمرار، ولن يغيب لا اليوم ولا غدا. كل ما عليك فعله هو تقبله حين يأتي، تقبله من الخد الأيمن ومن الخد الأيسر وتتركه يذهب. تقبله وتقبله، لأن كل الناس ستتألم ولو لمرة واحدة في حياتها. فالألم من مرادفات الوجود الإنساني. أنت ترى بأنك من الداخل مظلم، وهذه حقيقة، ولكنك تملك النور ولا تريد إشعاله. أنت ترى الآن أنك من الداخل مظلم فعلا، في داخلك منطقة مظلمة لا يصلها إلا البعض، وإن وصلوا إليها أخرجتهم منها وأغلقت الباب. لا تريد أن يعرف أحد بسرك، لا تريد أن يصل أحد إلى الفراغ الذي بداخلك، لأنك تخاف أن يكبر هذا الفراغ، تخاف أن يعطي هذا الآخر حياة لهذا الفراغ فيعود ليستعمرك من جديد. الألم الذي تعتقد أنك تخطيته وصار جزءا من ماضيك، أبدا لم يذهب هذا الألم، هو شبحك المخيف الذي يطاردك باستمرار، يمنع سعادتك باستمرار. لن تكون سعيدا، أنا آسفة لهذه النبوءة السيئة. لن تكون سعيدا ببساطة لأنك تمنع السعادة عنك. توقف عن إعطاء الحب مقابل أشياء، الحب لا يقابله أي شيء،
لا يقابله سكر ولا زيت ولا كريدت كارد ولا أموال ولا أي شيء. الحب يقابله حب، فمن أحبك بصدق سيحبك لما أنت عليه. أنت مخطئ في هذه النقطة، أنت مخطئ. لا تشتري أبدا الحب بالمال ولا بالمنظر ولا بتجميل. ضع شكلك كما هو أمام من يقابلك، من قبلك كما أنت. It's okay. إن لم يقبل فليرحل بسلام، ولتبقى أنت كذلك بسلام. ولكن لا تشتري الحب بالمال. الاحترام والحب والصحة لا تشترى بالمال. هناك مفاهيم كثيرة لا تشترى بالمال. عليك مراجعة مفاهيمك في الحياة. هذه الناس التي تحيط بك والتي ربيتها أنت على طاعتك وعلى الزيف، هي تحبك حب الخائف. أكيد أنت لا تعرف حب الخائف. هم يحبونك مثل الحيوانات الخائفة منك، الخائفة أن تقطع الطعام عنها أو تقطع مواردها. هم يحبونك حب أشخاص لا تريد أن تفقد مزاياها التي تمنحها لها. توقف عن إهانة نفسك، توقف عن إهانة نفسك. فروحك لا تقدر بثمن ولا تقدر بأموال. أنت تعرف أنك مهزوم حين تقف أمام مرآة نفسك. أنت تعرف ومتأكد أنك مهزوم أمام نفسك. المعركة ليست بينك وبين الآخرين، المعركة بينك وبينك المعركة بينك وبين نفسك. وأنت مدرك تمام الإدراك أنك مهزوم. فقد خسرت منذ زمن وليس من اليوم. خسرت معركتك أمام نفسك حين قررت أن تلبس درع القوة وتتخلى عن نفسك. هناك تقبع في الخوف والظلم والمهانة. وجعتني، وجعت قلبي. والله قلبي موجوع. ستقول لي الآن، وما هو الربح الذي تقولين به إذا كنت إنسانا ناجحا في حياتي؟ أجني ثمار نجاحي باستمرار دون توقف. سأقول لك بأن الربح أو الانتصار المادي الذي تعيشه هو انتصار خارجي. نعم، يحقق لك بعض الفرحة، أنا لا أنكر ذلك. ستفرح ليوم أو يومين أو حتى شهر أو شهرين، ولكنك تبذل من صحتك للحصول على هذا المال. وفي الحقيقة أنت مهزوم أمام روحك. لا أدري إذا كنت تميز الفرق بين النجاح المادي والنجاح الروحي، وأتمنى أن تصلك هذه المعرفة في يوم ما. أنت في قرارة نفسك تعرف أنك تمثل في كل شيء. سلوكك بنسبة 80% مزيف، تقول لكل الناس ما يرغبون سماعه.
ما يريدون سماعه منك، لأنك تقرأ أفكارهم. هذا هو الذكاء الذي أريدك أن تستعمله. استعمل هذا الذكاء، هذه روحك التي منحها الخالق لك، استعملها في الحب بدل ما تستعملها في المؤامرات والمناورات والتحكم في البشر. لم يحن الوقت أن تقول لنفسك ما تريد أنت. أنا متأكدة أنك تريد أشياء كثيرة، لأن فترة حرمانك قد طالت كثيرا. أنت محروم منذ مدة، لا تشبع سوى شهوات جسمك، ولكن روحك التي تقف خلف هذا الجسم تنتظرك بفارغ الصبر أن ترى إليها، تنتظرك بفارغ الصبر أن تنصت إليها ولو لمرة واحدة. لا تؤذي نفسك أكثر، أرجوك لا تؤذي نفسك أكثر. توقف في داخلك، منطقة لن ينبت فيها أي زرع. في داخلك منطقة يابسة لن ينبت فيها أي زرع. لا تتساءل لماذا أعيش هذا الفقر العاطفي اليوم. أنت تعيش فقرا عاطفيا، أنت تزرعه في كل يوم. أراك في حيرة من كلامي، قد قلت الآن أن المنطقة مظلمة ولا يصلح فيها زرع. سأقول لك أن البساتين كذلك فيها أشواك، وهذا ما تزرعه أنت، أشواك لا يوجد فيها أي طعم ولا رائحة ولا ثمرة، أشواك تحتل المكان باستمرار، تستعمرك باستمرار. لماذا يجب أن تحاول من جديد؟ يجب أن تحاول مرة أخرى وتوقف عن إظهار قوتك. يجب أن تحاول مرة أخرى لأن روحك قوية، روحك قوية وتستحق المحاولة. حاول، إن نجحت ستكون من الفائزين، وإن فشلت سيكفيك شرف المحاولة على الأقل. أنت تعمل اليوم وتضحك وتبتسم وتراضي هذا وتراضي ذاك، ولكن كل أفعالك مش من قلبك، مش من قرارة نفسك. أنت تعودت على الألم، تعودت على الحزن، تعودت على التمثيل. أنت تمثل على نفسك وتعاند نفسك. إن أخطأت حاسبت الآخرين ولم تحاسب نفسك. أصبحت الآن لا تصدق لحظات السعادة، لأنك تفكر أنها سعادة ثانية ومؤقتة. وأنا أقول لك بأنك مخطئ. أنت من ترى ذلك، هناك ناس سعداء، هناك ناس سعادتهم دائمة وليست مؤقتة. أنت ترى بأن السعادة مؤقتة لأنك لا تستطيع أن تمنحها، وفاقد الشيء لا يملكه، لا يعطيه. أنت لا تستطيع أن تجعل أي شخص سعيدا لأنك لست سعيد بالداخل. أعرف أنك محاط بالكثير من الأحباء، ولكنك لن تراهم،
ولن تتفاعل معهم من داخلك، لأنك تعرف أنك لست أنت. أنت لا تعرف الحب الحقيقي للأسف. أنت بداخلك تعرف أنك لا تعرف الحب الحقيقي، ولذلك أنت تجاريهم، أنت تسايرهم، أنت مثل الرواة الذين يروون كتبا وهم لا يفهمونها. أنت تروي كلاما عن الحب وأنت لا تعرفه. الحب لديك قتله الشك، قتله شعورك بالظلم، قتلته كل قصصك الفاشلة فيما سبق. تجرأ على نفسك حين يأتي اليوم الذي ستتجرأ فيه على نفسك وتصارحها وتقول لها الحقيقة كما هي رغم أنها مؤلمة. ستبدأ رحلة شفائك. أعد برمجة عقلك من جديد، أعد برمجة عقلك من جديد، افتح روحك للتيارات الجديدة المتجددة، افتح طاقتك لكل ما هو جميل، تذوق الجمال في كل شيء، وستعرف أنه باستطاعتك أن تحب. أزعجتك كثيرا، وأعرف أن كلامي كان قاسيا عليك ربما، ولكني متأكدة من أنك ستتشافى في يوم ما، وستشرق عليك شمس الحب والسعادة. تحياتي إليك أو إليكم. سلامات.